حجاج بيت الله يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج. للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا، لافروف وبلينكين في غرفة واحدة مع بدء قمة العشرين أعمالها في إندونيسيا، وإنهاء الحرب أول الملفات. رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بحالة حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار خلال حفل انتخابي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أفاد مراسل الحدث في مكة باستكمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات استعدادا لتأدية الركن الأعظم من أركان الحج قادمين من مشعر منى، وسيقف الحجاج على صعيد عرفات حتى غروب الشمس لينتقلوا بعدها إلى مزدلفة. من المنتظر أن يتوافد عشرات الآلاف من الحجاج على مسجد نمرة في عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا، حيث سيلقي الشيخ محمد العيسى خطبة عرفة. وأكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة ولم يتم تسجيل أي حالات مرضية مؤثرة، كما كشفت عن تفعيل نظام متطور للكشف المبكر عن الأوبئة، وأن عدد الحجاج الذين استفادوا من الخدمات الطبية وصل إلى أكثر من 53 ألف حاج. فيما يتعلق بالخدمات الطبية التي قدمت للحجاج حتى الآن، استفاد من الخدمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية التي ذكرناها قبل قليل وقام بزيارتها أكثر من 53 ألف من الحجاج، تم تقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه لهم ولله الحمد. إضافة إلى ذلك قدمت الخدمات الصحية الافتراضية واستفاد منها 1736 حالة مرضية. انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي. وفي كلمة الافتتاح أعلنت وزيرة خارجية إندونيسيا أن النظام العالمي متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية، مضيفة أن العمل على إنهاء الحرب أسرع ما يمكن يعد مسؤولية الجميع، ومطالبة مجموعة العشرين بأن تكون منارة لحل التحديات. بينما أكد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية على أهمية منع أي اضطراب أو تعطيل لجدول أعمال مجموعة العشرين مع ضمان عدم حدوث أي شيء يمكن أن يضفي الشرعية على التدخل الروسي في أوكرانيا. تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق النار خلال خطاب انتخابي ونقل على إثره للمستشفى فاقدا للوعي وفي وضع صحي غير معروف. واعتقلت الشرطة اليابانية مطلق النار ورجحت أن يكون الاعتداء عملا فرديا. رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا أكد أن سابقة شينزو آبي أو صحته في حالة خطرة جدا، آملا أن يتمكن من البقاء على قيد الحياة، كما وصف الاعتداء على آبي بالعمل الهمجي الذي لا يغتفر. كشفت مصادر مطلعة في تل أبيب للشرق الأوسط عن حدوث تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأن الاتفاق الذي بلوره الوسيط الأمريكي آمس هاكشتاين ينص على أن بئر قانا للبنان وحده وبئر كريش لإسرائيل وحدها. أكدت المصادر أن غالبية القادة السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء حزب الله. صاروخ أرض جو، الصواريخ يستخدمها الحوثيون لتهديد مناطق سكنية ومنشآت حيوية لدول الجوار. الأسطول الخامس الأمريكي أيضا أعلن في الخامس من يوليو عن تضييق الخناق على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة ممنهجة في مياه الخليج.
نركز على تحسين ظروف الأمن البحري والاستقرار في المنطقة من أي تهديدات محتملة. ويواصل الأسطول الخامس الأمريكي العمل على تأمين الملاحة البحرية عبر الحد من عمليات التهريب الإيرانية. وقف شحنات تضم كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، كما منع وصول المخدرات إلى شواطئ عمان واليمن، وضبط مواد مهربة بقيمة ملياري دولار على مدى 18 شهراً. وتشكل عمليات تهريب السلاح الإيراني عبر بحر العرب تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الممرات البحرية، خاصة أنها تشكل عصباً اقتصادياً للعالم ولمنطقة تتهم إيران بأنها تسعى بشكل ممنهج لتقويض استقرارها. جاسم محسن، الحدث. أعادت القوات المشتركة اليمنية فتح طريق المخا البارح تعز من طرف واحد بحضور وزير الإعلام معمر الأرياني الذي يزور جبهات الساحل الغربي بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. الأرياني أكد أن فتح الطريق خطوة هامة من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار غاشم تفرضه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط الجاد على الميليشيات لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. كما كان متوقعا، أعلن بوريس جونسون تخليه عن منصب رئيس الوزراء في بريطانيا بعد الاستقالات المتعددة في حكومته، وطلب من لجنة حزب المحافظين اختيار زعيم جديد وفق إرادة الحزب، بينما يستمر على رأس الحكومة لتصريف أعمالها بعد تعيين وزراء جدد فيها. سقوط مدون لثاني رئيس حكومة بعد مارغريت تاتشر يصل لمجلس العموم بأصوات غالبية ساحقة من الناخبين. بوريس جونسون لم يصمد أكثر من عامين ونصف ليرغم على الاستقالة من قبل زملائه في حزب المحافظين بعد أقل من شهر على كسبه في تصويت على سحب الثقة. لم يستخدم كلمة أنا أستقيل أو أنا أتنحى، لكنه انسحب. أيا كان القائد الجديد، فإنني سأقدم أكبر قدر ممكن من الدعم، وبالنسبة للشعب البريطاني أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالارتياح، وربما عدد قليل منهم سيصابون بخيبة أمل أيضا. وأريدكم أن تعرفوا مدى حزني لأنني أتخلى عن أفضل وظيفة في العالم. الكرة الآن في ملعب لجنة 1922 التي عليها أن تقرر إذا ما يبقى بوريس جونسون في حكومة مؤقتة لحين انتخاب المحافظين زعيما جديدا، أو بالقدوم بوجه جديد قديم كدومينيك راب في حكومة انتقالية، أو بدء عملية انتخاب زعيم محافظ جديد قبل عطلة البرلمان في 19 من يوليو. ستكون هناك حملة لحشد دعم المرشحين على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، وأول وثاني المرشحين بنسبة أصوات عالية سيتم طرح اسميهما على أعضاء الحزب لاختيار زعيم جديد. 48 ساعة تاريخية مرت بها بريطانيا، استقالات جماعية لعشرات الوزراء ومساعدين حكوميين هزت حزب المحافظين وصورة بريطانيا أمام العالم. حارب بوريس جونسون حتى الرمق السياسي الأخير، فخسر زعامته لصالح بريطانيا وحزب المحافظين. من لندن، مصطفى زارو، الحدث. وثائقي فرنسي حول اتصالات الرئيس ماكرون مع نظير روسي حول أوكرانيا أثار زوبعة من الجدل الدبلوماسي وانتقادات من موسكو لباريس. نتابع هذا التقرير. في قلب الخلية الدبلوماسية داخل قصر الإليزي، صور جي لاجاش فيلمه الوثائقي رئيس أوروبا والحرب. وثائقي عرض للمرة الأولى مكالمات ماكرون مع بوتين وزيلينسكي. لا أعلم أين تعلم خبير القانون الخاص بك. أنا شخصيا أقرأ النصوص القانونية وأحاول أن أطبقها. لا أدري من هو القانوني الذي يمكنه أن يقول لك إنه في دولة ذات سيادة الانفصاليون هم من يجب أن يضعوا نصوص القانون. بالنسبة لروسيا، هذا الوثائقي كان خرقا للأعراف الدبلوماسية. أما الرواية الفرنسية فهي أن باريس أبلغت الجانب الروسي حول الفيلم، لكن قبل بثه وليس أثناء تصويره. أريد الذهاب للعب الهوكي على الجليد.
أنا الآن أتحدث إليك من داخل الصالة قبل أن أبدأ تماريني، لكن أؤكد لك سأتصل بالمستشارين الخاصين بي قبل أن أذهب. في محاولة لمعرفة الرد الفرنسي على انتقادات موسكو، ترفض وزارة الخارجية الإجابة على أسئلة الصحفيين وتحيلهم إلى الإليزي، فهناك اتخذ القرار بإنجاز هذا الوثائقي وربما المغامرة أيضاً بمستقبل الوساطة الفرنسية. في نوفمبر عام 2021 نشرت موسكو رسائل بين لافروف ونظيريه الفرنسي والألماني، ممارسة نددت بها باريس آنذاك، لكن ها هي اليوم تمارسها على طريقتها الخاصة. فادي الدهوك، الحدث، باريس. ختم هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحدث .net. إلى اللقاء. بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حركة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات تعالت مجدداً وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضح عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصف البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. حجاج بيت الله يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج. للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا، لافروف وبلينكين في غرفة واحدة مع بدء قمة العشرين أعمالها في إندونيسيا، وإنهاء الحرب أول الملفات. رئيس وزراء اليابان السابق شينزو أبي في حالة حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار خلال حفل انتخابي. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من الحدث. أفاد مراسل الحدث في مكة باستكمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات استعدادا لتأدية الركن الأعظم من أركان الحج، قادمين من مشعر منى سيقف الحجاج على صعيد عرفات حتى غروب الشمس لينتقلوا بعدها إلى مزدلفة. من المنتظر أن يتوافد عشرات الألاف من الحجاج على مسجد نمرة في عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا، حيث سيلقي الشيخ محمد العيسى خطبة عرفة. وإذا مشاهدينا هذه صور مباشرة لوقوف الحجاج على جبل عرفة.
أكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة ولم يتم تسجيل أي حالات مرضية مؤثرة، كما كشفت عن تفعيل نظام متطور للكشف المبكر عن الأوبئة وأن عدد الحجاج الذين استفادوا من الخدمات الطبية وصل إلى أكثر من 53 ألف حاج. فيما يتعلق بالخدمات الطبية التي قدمت للحجاج حتى الآن، استفاد من الخدمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية التي ذكرناها قبل قليل وقام بزيارتها أكثر من 53 ألف من الحجاج، وتم تقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه لهم ولله الحمد. إضافة إلى ذلك قدمت الخدمات الصحية الافتراضية واستفاد منها 1736 حالة مرضية. انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي. وفي كلمة الافتتاح أعلنت وزيرة خارجية إندونيسيا أن النظام العالمي متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية، مضيفة أن العمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن يعد مسؤولية الجميع، ومطالبة مجموعة العشرين بأن تكون منارة لحل التحديات. بينما أكد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية على أهمية منع أي اضطراب أو تعطيل لجدول أعمال مجموعة العشرين مع ضمان عدم حدوث أي شيء يمكن أن يطفي شرعية على التدخل الروسي في أوكرانيا. تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق النار خلال خطاب انتخابي، ونقل على إثره للمستشفى فاقدا للوعي وفي وضع صحي غير معروف. واعتقلت الشرطة اليابانية مطلق النار ورجحت أن يكون الاعتداء عملا فرديا. رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا أكد أن السابقة شينزو آبي أن حالته الصحية في حالة خطرة جدا، آملا أن يتمكن من البقاء على قيد الحياة، كما وصف الاعتداء على آبي بالعمل الهمجي الذي لا يغتفر. كشفت مصادر مطلعة في تل أبيب للشرق الأوسط عن حدوث تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأن الاتفاق الذي بلوره الوسيط الأمريكي أمس هوكشتاين ينص على أن بئر قانا للبنان وحده وبئر كريش لإسرائيل وحدها. أكدت المصادر أن غالبية القادة السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء حزب الله وحركة أمل. جاء في مسودة الاتفاق أن الخلاف يقتصر على مساحة 860 كيلومترا مربعا وليس 2350 كيلومترا كما يطلب لبنان. أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قيام مدبرة تابعة للبحرية الأمريكية تدعمها القوات البحرية البريطانية بتنفيذ عملية اعتراض في خليج عمان. أشار إلى أن هذا الاعتراض أسفر عن مصادرة صواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز مصدرها إيران، مشددا على عدم السماح للأعمال غير المسؤولة والعدوانية من قبل إيران أن تمر دون رادع برا وبحرا وجوا. أكد العمل إلى جانب الشركاء والحلفاء لوقف هذه التهديدات. تظهر هذه الصور أسلحة إيرانية صادرتها البحرية البريطانية في فبراير الماضي في عرض البحر. بريطانيا ملتزمة بدعم القانون الدولي واعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط. وزارة الدفاع البريطانية كشفت تفاصيل العملية التي تعد الأولى من نوعها، حيث ضبطت البحرية البريطانية أسلحة إيرانية متطورة ك
كانت على متن زوارق سريعة في المياه الدولية جنوب إيران يديرها مهربون. الأسلحة ضمت صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز في خرق لقرارات مجلس الأمن. تقارير بريطانية أكدت أن الأسلحة تحتوي على محركات صاروخية متنوعة ل351 صاروخ كروز و358 صاروخ أرض جو. الصواريخ يستخدمها الحوثيون لتهديد مناطق سكنية ومنشآت حيوية لدول الجوار. الأسطول الخامس الأمريكي أيضاً أعلن في 5 يوليو عن تضييق الخناق على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة ممنهجة في مياه الخليج. نركز على تحسين ظروف الأمن البحري والاستقرار في المنطقة من أي تهديدات محتملة. ويواصل الأسطول الخامس الأمريكي العمل على تأمين الملاحة البحرية عبر الحد من عمليات التهريب الإيرانية. وقف شحنات تضم كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، كما منع وصول المخدرات إلى شواطئ عمان واليمن، وضبط مواد مهربة بقيمة 2 مليار دولار على مدى 18 شهراً. وتشكل عمليات تهريب السلاح الإيراني عبر بحر العرب تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الممرات البحرية، خاصة أنها تشكل عصباً اقتصادياً للعالم ولمنطقة تتهم إيران بأنها تسعى بشكل ممنهج لتقويض استقرارها. جاسم محسن، الحدث. أعادت القوات المشتركة اليمنية فتح طريق المخا البرح تعز من طرف واحد بحضور وزير الإعلام معمر الأرياني الذي يزور جبهات الساحل الغربي بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. الأرياني أكد أن فتح الطريق خطوة هامة من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار غاشم تفرضه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط الجاد على الميليشيات لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. كما كان متوقعا، أعلن بوريس جونسون تخليه عن منصب رئيس الوزراء في بريطانيا بعد الاستقالات المتعددة في حكومته، وطلب من لجنة حزب المحافظين اختيار زعيم جديد وفق إرادة الحزب، بينما يستمر على رأس الحكومة لتصريف أعمالها بعد تعيين وزراء جدد فيها. سقوط مدون لثاني رئيس حكومة بعد مارغريت تاتشر يصل لمجلس العموم بأصوات غالبية ساحقة من الناخبين. بوريس جونسون لم يصمد أكثر من 2.5 عامين ليرغم على الاستقالة من قبل زملائه في حزب المحافظين بعد أقل من 1 شهر على كسبه في تصويت على سحب الثقة. لم يستخدم كلمة أنا أستقيل أو أنا أتنحى، لكنه انسحب. أياً كان القائد الجديد، فإنني سأقدم أكبر قدر ممكن من الدعم. وبالنسبة للشعب البريطاني، أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالارتياح، وربما عدد قليل منهم سيصابون بخيبة أمل أيضاً. وأريدكم أن تعرفوا مدى حزني لأنني أتخلى عن أفضل وظيفة في العالم. الكرة الآن في ملعب لجنة 1922 التي عليها أن تقرر إذا ما يبقى بوريس جونسون في حكومة مؤقتة لحين انتخاب المحافظين زعيما جديدا، أو بالقدوم بوجه جديد قديم كدومينيك راب في حكومة انتقالية، أو بدء عملية انتخاب زعيم محافظ جديد قبل عطلة البرلمان في 19 يوليو. ستكون هناك حملة لحشد دعم المرشحين على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، وأول وثاني المرشحين بنسبة أصوات عالية سيتم طرح اسميهما على أعضاء الحزب لاختيار زعيم جديد. 48 ساعة تاريخية مرت بها بريطانيا، استقالات جماعية لعشرات الوزراء ومساعدين حكوميين هزت حزب المحافظين وصورة بريطانيا أمام العالم. حارب بوريس جونسون حتى الرمق السياسي الأخير، فخسر زعامته لصالح بريطانيا وحزب المحافظين. من لندن، مصطفى زارو، الحدث.
وثائقي فرنسي حول اتصالات الرئيس ماكرون مع نظير روسي حول أوكرانيا أثار زوبعة من الجدل الدبلوماسي وانتقادات من موسكو لباريس. نتابع. في قلب الخلية الدبلوماسية داخل قصر الإليزي، صور جي لاجاش فيلمه الوثائقي رئيس أوروبا والحرب، وثائقي عرض للمرة الأولى مكالمات ماكرون مع بوتين وزيلينسكي. لا أعلم أين تعلم خبير القانون الخاص بك. أنا شخصياً أقرأ النصوص القانونية وأحاول أن أطبقها. لا أدري من هو القانوني الذي يمكنه أن يقول لك إنه في دولة ذات سيادة الانفصاليون هم من يجب أن يضعوا نصوص القانون. بالنسبة لروسيا هذا الوثائقي كان خرقاً للأعراف الدبلوماسية. أما الرواية الفرنسية فهي أن باريس أبلغت الجانب الروسي حول الفيلم لكن قبل بثه وليس أثناء تصويره. أريد الذهاب للعب الهوكي على الجليد. أنا الآن أتحدث إليك من داخل الصالة قبل أن أبدأ تماريني، لكن أؤكد لك سأتصل بالمستشارين الخاصين بي قبل أن أذهب. في محاولة لمعرفة الرد الفرنسي على انتقادات موسكو، ترفض وزارة الخارجية الإجابة على أسئلة الصحفيين وتحيلهم إلى الإليزي، فهناك اتخذ القرار بإنجاز هذا الوثائقي وربما المغامرة أيضاً بمستقبل الوساطة الفرنسية. في نوفمبر عام 2021 نشرت موسكو رسائل بين لافروف ونظيريه الفرنسي والألماني، ممارسة نددت بها باريس آنذاك، لكن ها هي اليوم تمارسها على طريقتها الخاصة. فادي الدهوك، الحدث، باريس. إلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تركز جهودها على خط المواجهة في اتجاه مدينة سيفيرسك التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن خطوطها الأمامية، مضيفة أن القوات الروسية ستتوقف مؤقتا لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دوناتسك، لافتة إلى احتمال أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا هو سيفيرسك، الذي ذلك أن قوات تحاول التقدم هناك أكثر. أظهرت تسجيلات حديثة من مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية جثثا منتشرة في الشوارع ودمارا كبيرا في المباني والطرقات عقب قصف روسي طال المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد الحرائق التي اشتعلت في السيارات والمباني المستهدفة. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدياته للغرب لهزيمة قواته على أرض المعركة. شدد بوتين على رفض مبدأ السلام، إلا أنه أشار لصعوبة التوصل لاتفاق مع استمرار الغرب في سلوكه وفي إمداد كييف بالأسلحة والعتاد. نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة، ماذا نقول؟ دعهم يحاولون. سمعنا في مرات عديدة أن الغرب يريد قتالنا حتى آخر أوكراني، إنها مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه. في ظل ظروف استثنائية وأزمات متعددة يستعد العراقيون لاستقبال عيد الأضحى بإصرار على الاحتفال. نتابع في هذا التقرير. مع اقتراب العيد تزدحم الأسواق هنا بالمتبضعين، لكن هذه التحضيرات اختلفت هذا العام، فلم يعد بإمكان البغداديين أن يشتروا كل ما يريدون لعدة أسباب تعالوا لنتعرف عليها. تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني نغصت فرحة العيد على الكثير من العائلات العراقية، لكن هذه الأسباب
لم تمنع أبو محمد من التحضير للعيد لزرع الفرحة والابتسامة على عائلته ولو بشيء بسيط. بسبب ارتفاع الأسعار صار من الصعب التحضير للعيد كما في السابق. هواي أكو عوائل صارت تحتفل بالعيد من غير التحضير المتعودين عليه، بس هم راح نحتفل ولو بشيء بسيط. ليس بسبب ارتفاع الأسعار فحسب، وإنما عودة كورونا ومعها أربعة أوبئة أخرى ما تزال تتربص بالعراقيين بحسب وزارة الصحة، وتجعل من تواصلهم في أيام العيد أمراً يدعو للقلق، خاصة مع ارتفاع مؤشر إصابات كورونا في عموم البلاد والذي وصل إلى نحو 5000 إصابة يومياً. رغم الصورة القاتمة التي يرسمها ارتفاع الأسعار وشبح كورونا، إلا أن هناك متسع للفرحة كما يقولون، وعلى ما يبدو أن البغداديين مصرون في إكمال تحضيراتهم للعيد رغماً عن الظروف. فكل عام وأنتم بألف خير. من بغداد، سامر الكبيسي، الحدث. ومن أقصى المشرق العربي إلى أقصى مغربه، إذ يشتكي المغاربة من غلاء غير مسبوق في أسواق العيد، وتلقي أزمة اقتصادية متصاعدة بظلالها على كاهل الأسر المغربية. هنا في العاصمة الرباط تضرب موجة غلاء، يقول مغاربة إنها قياسية أسواق بيع الأضاحي من خرفان ومن ماعز، فيما تقول الحكومة المغربية إن أسواق المغرب تعرف وفرة في معروض الأضاحي. السبب ديال الغلاء هو العلف، العلف غالي، العلف راه غالي، الدوبل ديال العلف، الدوبل ديال الثمن ديال العام الأول، والناس راه بحال ما كتيقول لك غالي، راه البهيم راه ما غالياش. السوق غالي، المليح غالي، العلف غالي، أشمينة شوية غالية، والسوق ماشي بحال الأعوام الأخرين، السوق كان يكون عامر، تيكون البيع والشراء كاين والخدمة تتكون، ولكن هذا العام هذا شوية القضية قاصحة علينا. إلى جانب شراء أضحية العيد، الضغط على الأسر المغربية يرتفع في عيد الأضحى لوجود حاجيات من لائحة طويلة كشحذ السكاكين وشراء الفحم واختيار التوابل. الجودة على حسابها، بغيتي المليح راه داير شويه الثمن، بغيتي شويه على قدر الحر راه بنادم بغى يعيد. هو السوق اخويا العافيه شاعله، وبنادم الدرويش ما غايعيش، والهجال ما غادي يعيش، ولا اله الا الله. بحثا عن ادخال الفرحه على الفقراء في عيد الاضحى، تتهيأ جمعيات خيريه مغربيه لتقديم المساعده بمبلغ من مال او تقديم الاضاحي. توفر أسواق عيد الأضحى كل الحاجيات بحسب التجار، لكن المواطنين المغاربة يشتكون من موجة غلاء قياسية وغير مسبوقة وفق تعبيرهم تضرب أسواق عيد الأضحى في المغرب وتفوق إمكانياتهم المالية. عادل الزبيري، الحدث، الرباط. في ليبيا الوضع ليس بمختلف كثيرا عنه في العراق والمغرب، إذ يستعد الليبيون لاستقبال عيد الأضحى بأزمات سياسية واقتصادية وأيضا رواتب متأخرة ضاعفت من مشقات الاحتفال. موفدة الحدث سارة بن عيشوبة تجولت في أسواق بنغازي ووافتنا بالتقرير التالي. في بلد هو الخامس عالميا من حيث احتياطات النفط، يغرق المواطنون في تفاصيل أزمات اقتصادية وسياسية، فالقدرة الشرائية تراجعت كثيرا فيما الأسعار ترتفع بإيقاع لا يقدر الكثير من الليبيين على مجاراته. والله الأسعار غالية، والله بصدقك الأسعار كلها غالية، ديما كل حاجة في الزايد يا بصدق. العام هذا وديما كل حاجة في الزايد هي. علاش؟ يقولوا الدولار. أي حاجة جيت خش على محل التاجر جيت بتاخذي حاجة ونقول علاش السعر هذا أمس واليوم شكل، يقول لك والله الدولار. يكفيك الراتب؟ لا ما يكفينيش المرتب. ما يكفينيش المرتب. والحمد لله رب العالمين. حتى الخبز قريب تستغني عليه. ما فيش. خبزة غالية، كل حاجة غالية، المعيشة غالية، معاشات ما فيش. كله صعب، شو بنقول لك كله صعب. كان حاجات كنتوا قادرين تشروها العوام اللي فاتت وهذا العام صعيب عليكم؟ لا، هي من العام اللي فات يا بلا راهو كل سنه نفس الروتين، نفس الروتين، سيناريو متكرر يعني.
متكرر من 2011 وتعال الجاي كله نفس السيناريو. سيوله ما فيه فلوس ما فيه قصه. والعياد توا قبل كنا ناخذ فين ب 200 ب 300 توا ب 1700 وب 2000 وب 2500 ضحيه. يعني كله من نقص وتردي الاوضاع في المعيشه. في واحد يعيد وفي واحد ما يعيدش. في ناس اسر قادر يحمى عندهم مش باش يعيدوا. يبوا سيوله باش يعيدوا. يبوا عيد بس ما يبوش ياخذوا ملابس ولا الاطفال. يبوا عيد ضحيه بس. انا نعمل ناخذن الفلوس ناخذن عن نقلبن دولار. نقلبن دولار باش نوخر فيهن. مثلا انا عندي رصيد 1500 2000 جنيه ناخذن نديرن دولار ونوخر فيه 200 300 جنيه. وتجي للموصف قول له سيوله يقول لك ما عنديش سيوله. طوابير وساعات طوال تفصل الليبيين عن أموالهم. حاولنا الحديث معهم أو الاقتراب منهم لكننا منعنا في حالة الاحتقان والغضب الشديدة. فلا سيولة في هذه المصارف. كمان اتهامات كثيرة للمصرف المركزي بأنه يحجب أموالا عن مناطق بعينها. ذلك في إطار التنافس وحالة الصراع بين المؤسسات في البلاد التي طالت حتى المصرف المركزي نفسه. في الصبح طوابير وفي الليل مواتير. غير افرح يا ليبي قالوا جاي الخير غير عبده. السيوله للاسف الشديد هذه معاناه الشعب الليبي دائما دائما. يعني في كل يعني مناسبه معينه تو عندك العيد يوم السبت او يوم الاحد مش عارف مش معروف. يعني في ناس لغايه الان ما استلمتش المرتب. كيف بيضحي بالاضحيه بتاعها كيف يعني؟ وإلى مصر حيث زاد الإقبال على شراء الأضاحي ما رفع أسعارها بشكل كبير مع حلول العيد، وذلك بعد أن كانت قد هبطت مؤخرا إثر المخاوف من انتشار بعض الأمراض المرتبطة بالماشية. مع الإقبال على شراء الأضاحي قبل العيد شهد سوق المواشي في مصر ارتفاعات متتالية في الأسعار. سوق بني مزار لتجارة المواشي واحد من أكبر الأسواق في صعيد مصر، يؤمه الناس من جميع أنحاء البلاد بغرض شراء الأضاحي في العادة، ولكن أيضا لأغراض التجارة أو التربية. الباحث عن الأضحية مثل محمد عبد البر قد لا يملك الخبرة الكافية لاختيار الأضحية السليمة المطابقة للمواصفات، لذا عادة ما يصطحب معه من يعرف كيف يشتري. عنديش خبرة تماما. أيوة أنا بستعين ابن اختي هنا تاهر بيجي معايا. لو ما عندكش خبره بعتقد هيضحك عليه. انا ما اعرفش حاجه خالص صراحه. نقيب الفلاحين كان متواجدا في السوق يومها وايد راي عبد البر شارحا لنا مواصفات الاضحيه التي يجب ان يبحث عنها المشتري. الحقيقه انا عايز اللي يخش السوق ده ما يخشش افندي، لان لو شافوك افندي التجار هيتلموا عليك وهيحبوا ايه يضحكوا عليك. العجل ما يبقاش فيه كرش، يبقى شكله لامع من بره، ما فيش اي يعني اسهال او اي حاجه من الفم سيلان او حاجه. العجل ما فيش حبه من بره لو جلد عقد او حاجه. هذه النصائح يعلمها جيدا شعبان مصطفى، فهو تاجر انتهى لتوه من بيع الاضاحي للزبائن، وها هو يطوف بالسوق باحثا عن افضل ما يمكن شراؤه بغرض التربيه، ويؤكد لنا انه لا خوف على المستهلكين من القدوم للسوق، فهناك ألف من يساعد على حد قوله. حتى الأفندي بيبقى واقف سامع دي سعر دي كام وسعر دي كام، وسعر الأفندية طبعا بتاخد ميزان، بياخد ميزان والميزان مريح نفسه، بيحطوا على الميزان جه 500 جه 600 جه 400 زي ما بيحطوا بيجي، ومعروف سعر الميزان قد كده، الكيلو معروف سعره قد كده بيتحسب عليه. لحوم الأضاحي تأثرت هي الأخرى بالأزمات الاقتصادية العالمية في ظل الاعتماد على الاستيراد. نحن في مصر عندنا عجز في اللحوم الحمراء حوالي 40%، دول كنا بنعوضهم بالاستيراد. بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الاستيراد بقى حصل فيه ارتباك شوية، فكل دلوقتي الاعتماد على السوق المحلي. زاد الرواج في أسواق اللحوم الحية قبل أسبوعين من عيد الأضحى، وعوض كثير من التجار خسائرهم نظرا لأن المشتري الذي يفكر في الأجر والثواب لا تعنيه كثيرا المساومة في بضعة جنيهات يشتري بها الأضحية. تامر نصرة، الحدث، محافظة المنيا. باتت التونسية أنس جابر أول عربية وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة
كرة المضرب، وذلك بعد بلوغها المباراة النهائية لبطولة ويمبلدن، ثالثة بطولات الجراند سلام، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا. وعقب المباراة عبرت أونس البالغة من العمر 27 عاما عن فخرها بكونها امرأة تونسية تقف في هذا المكان، مشيرة إلى أنه حلم تحقق بعد سنوات من العمل والتضحيات، وأنها سعيدة لأنها أتت ثمارها، متعهدة بمواصلة العمل لمباراة أخرى حيث ستسعى يوم غد السبت للفوز بالنهائي ضد الكازاخية إيلينا ريبكينا. هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. تطورات حاليا وخاصة على الأرض في طرابلس، كيف يمكن أن يأخذ خطوة للخلف وهو رئيس حكومة؟ لابد من البحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة. قرار من يعطي الميليشيات هذه الأوامر، ولماذا هو متمسك بالسلطة حتى اللحظة؟ يعني مجلس النواب لم يخلط الأوراق. المشهد السياسي في ليبيا تحكمه سياسة التدخل الخارجي. الخوف الأكبر دكتور طارق وهو مسألة الانزلاق إلى صراع مسلح. 137 مادة متوافق عليها من قبل، الإشكالية الآن المواد الباقية. لا طرف شرعي يعترف بالآخر، كل يرى في نفسه بأنه الطرف الشرعي في الداخل الليبي. سنظل في هذا الخضم إلى أن تخرج علينا البعثة الأممية والسيدة ستيفاني. موازين القوى في ليبيا تغيرت وما زال تتغير. الفريق الثالث وهو إيجاد حكومة مصغرة جديدة تتجاوز الرجلين، هل هذا مطلوب؟ حجاج بيت الله يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج. للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا، لافروف وبلينكين في غرفة واحدة مع بدء قمة العشرين أعمالها في إندونيسيا، وإنهاء الحرب أول الملفات. رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بحالة حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار خلال حفل انتخابي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أفاد مراسل الحدث في مكة باستكمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات
استعدادا لتأدية الركن الأعظم من أركان الحج قادمين من مشعر منى، وسيقف الحجاج على صعيد عرفات حتى غروب الشمس لينتقلوا بعدها إلى مزدلفة. من المنتظر أن يتوافد 10,000 من الحجاج على مسجد نمرة في عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا، حيث سيلقي الشيخ محمد العيسى خطبة عرفة. وأكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة ولم يتم التسجيل أي حالات مرضية مؤثرة، كما كشفت عن تفعيل نظام متطور للكشف المبكر عن الأوبئة، وأن عدد الحجاج الذين استفادوا من الخدمات الطبية وصل إلى أكثر من 53,000 حاج. فيما يتعلق بالخدمات الطبية التي قدمت للحجاج حتى الآن، استفاد من الخدمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية التي ذكرناها قبل قليل وقام بزيارتها أكثر من 53,000 من الحجاج، وتم تقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه لهم ولله الحمد. إضافة إلى ذلك قدمت الخدمات الصحية الافتراضية واستفاد منها 1736 حالة مرضية. انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي. وفي كلمة الافتتاح أعلنت وزيرة خارجية إندونيسيا أن النظام العالمي متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية، مضيفة أن العمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن يعد مسؤولية الجميع، ومطالبة مجموعة العشرين بأن تكون منارة لحل التحديات. بينما أكد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية على أهمية منع أي اضطراب أو تعطيل لجدول أعمال مجموعة العشرين مع ضمان عدم حدوث أي شيء يمكن أن يضفي الشرعية على التدخل الروسي في أوكرانيا. تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي لإطلاق النار خلال خطاب انتخابي، ونقل على إثره للمستشفى فاقدا للوعي وفي وضع صحي غير معروف. واعتقلت الشرطة اليابانية مطلق النار ورجحت أن يكون الاعتداء عملا فرديا. رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا أكد أن سابقة شينزو أبي أو صحته في حالة خطرة جدا، آملا أن يتمكن من البقاء على قيد الحياة، كما وصف الاعتداء على أبي بالعمل الهمجي الذي لا يغتفر. كشفت مصادر مطلعة في تل أبيب للشرق الأوسط عن حدوث تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأن الاتفاق الذي بلوره الوسيط الأمريكي آمس هاكشتاين ينص على أن بئر قانا للبنان وحده وبئر كاريش لإسرائيل وحدها. أكدت المصادر أن غالبية القادة السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء حزب الله وحركة أمل. جاء في مسودة الاتفاق أن الخلاف يقتصر على مساحة 860 كيلومترا مربعا وليس 2350 كيلومترا كما يطلب لبنان. أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قيام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تدعمها القوات البحرية البريطانية بتنفيذ عملية اعتراض في خليج عمان. أشار إلى أن هذا الاعتراض أسفر عن مصادرة صواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز مصدرها إيران، مشددا على عدم السماح للأعمال غير المسؤولة والعدوانية من قبل إيران أن تمر دون رادع برا وبحرا وجوا. أكد العمل إلى جانب الشركاء والحلفاء لوقف هذه التهديدات. تظهر هذه الصور أسلحة إيرانية صادرتها البحرية البريطانية في فبراير الماضي في عرض البحر. بريطانيا ملتزمة بدعم القانون الدولي واعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط. وزارة الدفاع البريطانية كشفت تفاصيل العملية التي تعد الأولى من نوعها، حيث ضبطت البحرية البريطانية أسلحة إيرانية متطورة
كانت على متن زوارق سريعة في المياه الدولية جنوب إيران يديرها مهربون. الأسلحة ضمت صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز في خرق لقرارات مجلس الأمن. تقارير بريطانية أكدت أن الأسلحة تحتوي على محركات صاروخية متنوعة ل351 صاروخ كروز و358 صاروخ أرض جو. الصواريخ يستخدمها الحوثيون لتهديد مناطق سكنية ومنشآت حيوية لدول الجوار. الأسطول الخامس الأمريكي أيضاً أعلن في 5 يوليو عن تضييق الخناق على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة ممنهجة في مياه الخليج. نركز على تحسين ظروف الأمن البحري والاستقرار في المنطقة من أي تهديدات محتملة. ويواصل الأسطول الخامس الأمريكي العمل على تأمين الملاحة البحرية عبر الحد من عمليات التهريب الإيرانية. وقف شحنات تضم كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، كما منع وصول المخدرات إلى شواطئ عمان واليمن، وضبط مواد مهربة بقيمة 2 مليار دولار على مدى 18 شهرا. وتشكل عمليات تهريب السلاح الإيراني عبر بحر العرب تحديا كبيرا لأمن واستقرار الممرات البحرية، خاصة أنها تشكل عصبا اقتصاديا للعالم ولمنطقة تتهم إيران بأنها تسعى بشكل ممنهج لتقويض استقرارها. جاسم محسن، الحدث. أعادت القوات المشتركة اليمنية فتح طريق المخا البارح تعز من طرف واحد بحضور وزير الإعلام معمر الإرياني الذي يزور جبهات الساحل الغربي بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. الإرياني أكد أن فتح الطريق خطوة هامة من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار غاشم تفرضه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط الجاد على الميليشيات لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. كما كان متوقعا، أعلن بوريس جونسون تخليه عن منصب رئيس الوزراء في بريطانيا بعد الاستقالات المتعددة في حكومته، وطلب من لجنة حزب المحافظين اختيار زعيم جديد وفق إرادة الحزب، بينما يستمر على رأس الحكومة لتصريف أعمالها بعد تعيين وزراء جدد فيها. سقوط مدون لثاني رئيس حكومة بعد مارغريت تاتشر يصل لمجلس العموم بأصوات غالبية ساحقة من الناخبين. بوريس جونسون لم يصمد أكثر من 2.5 عامين ليرغم على الاستقالة من قبل زملائه في حزب المحافظين بعد أقل من شهر على كسبه في تصويت على سحب الثقة. لم يستخدم كلمة أنا أستقيل أو أنا أتنحى، لكنه انسحب. أياً كان القائد الجديد، فإنني سأقدم أكبر قدر ممكن من الدعم، وبالنسبة للشعب البريطاني أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالارتياح، وربما عدد قليل منهم سيصابون بخيبة أمل أيضاً. وأريدكم أن تعرفوا مدى حزني لأنني أتخلى عن أفضل وظيفة في العالم. الكرة الآن في ملعب لجنة 1922 التي عليها أن تقرر إذا ما يبقى بوريس جونسون في حكومة مؤقتة لحين انتخاب المحافظين زعيما جديدا، أو بالقدوم بوجه جديد قديم كدومينيك راب في حكومة انتقالية، أو بدء عملية انتخاب زعيم محافظ جديد قبل عطلة البرلمان في 19 يوليو. ستكون هناك حملة لحشد دعم المرشحين على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، وأول وثاني المرشحين بنسبة أصوات عالية سيتم طرح اسميهما على أعضاء الحزب لاختيار زعيم جديد. 48 ساعة تاريخية مرت بها بريطانيا، استقالات جماعية لعشرات الوزراء ومساعدين حكوميين هزت حزب المحافظين وصورة بريطانيا أمام العالم. حارب بوريس جونسون حتى الرمق السياسي الأخير، فخسر زعامته لصالح بريطانيا وحزب المحافظين. من لندن، مصطفى زارو، الحدث. وثائقي فرنسي حول اتصالات الرئيس ماكرون مع نظير روسي حول أوكرانيا أثار زوبعة من الجدل الدبلوماسي وانتقادات من موسكو لباريس. نتابع هذا التقرير.
في قلب الخلية الدبلوماسية داخل قصر الإليزي، صور غي لاغاش فيلمه الوثائقي رئيس أوروبا والحرب، وثائقي عرض للمرة الأولى مكالمات ماكرون مع بوتين وزيلينسكي. لا أعلم أين تعلم خبير القانون الخاص بك. أنا شخصياً أقرأ النصوص القانونية وأحاول أن أطبقها. لا أدري من هو القانوني الذي يمكنه أن يقول لك إنه في دولة ذات سيادة الانفصاليون هم من يجب أن يضعوا نصوص القانون. بالنسبة لروسيا هذا الوثائقي كان خرقاً للأعراف الدبلوماسية. أما الرواية الفرنسية فهي أن باريس أبلغت الجانب الروسي حول الفيلم لكن قبل بثه وليس أثناء تصويره. أريد الذهاب للعب الهوكي على الجليد. أنا الآن أتحدث إليك من داخل الصالة قبل أن أبدأ تماريني، لكن أؤكد لك سأتصل بالمستشارين الخاصين بي قبل أن أذهب. في محاولة لمعرفة الرد الفرنسي على انتقادات موسكو، ترفض وزارة الخارجية الإجابة على أسئلة الصحفيين وتحيلهم إلى الإليزي، فهناك اتخذ القرار بإنجاز هذا الوثائقي وربما المغامرة أيضاً بمستقبل الوساطة الفرنسية. في نوفمبر عام 2021 نشرت موسكو رسائل بين لافروف ونظيريه الفرنسي والألماني، ممارسة نددت بها باريس آنذاك، لكن ها هي اليوم تمارسها على طريقتها الخاصة. فادي الدهوك، الحدث، باريس. ختم هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحدث.net. إلى اللقاء.